بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنبدأ إن شاء الله النهاردة في الدرس الحداشر. إن شاء الله ناخد في الدرس ده نعرف إن أنا إزاي أقدر أعمل ديسيبل للكارت وأقدر أعمل له إنيبل. أخدنا في الدرس اللي فات وعرفنا موضوع التعديل. هنا نفتح مع بعض الهوم بوكس ده، ان شاء الله يكون اخر دروس الانترفيس. هنا الكارت انا لو عاوزت ان انا اعمله ديسيبل بعمله ديسيبل يدوي كده، لو عاوزت ان انا اعمله انيبل بعمله انيبل عادي. طيب هناخد ونعرف ان انا ازاي هبدا اعمل ديسيبل للكارت من خلال الاي بي اي، من خلال البي اتش بي. هنفهم ازاي يتم عمل الكلام اللي احنا بنقول عليه ده. هنا هنعمل ريفرش للصفحه. هلاحظ ان انا هنا ضفت خانة جديدة، ضفت وسم رئيسي او ضفت وسم في الجدول الرئيسي، وضفت كلمة اغلاق وتشغيل. هنعرف ازاي اتعامل بيهم. هنا انا مثلا، هنا انا اديكم مثال بسيط. هنا انا عندي الكارت الرابع ده مفتوح اهو، انا عايز اقفله، فهنا بيظهر قدامي كلمة اغلاق. اول ما اضغط على اغلاق قال لي تم اغلاق الكارت بنجاح. هو يعني العمليه بتتم بسرعه جدا، بس البرنامج اللي انا شغال بيه جهاز عندي بطيء شويه. فهنا بدا قال لي ان الكارت ده مغلق فعلا، وهنا عندي الكارت فعلا تم اغلاقه وتم عمل ديسيبل ليه. عايز اشغله تاني بضغط على كلمه تشغيل. تم تشغيل الكارت بنجاح. هروح على الكارت هنا هلاقيه اشتغل بالفعل. الكلام ده عملناه ازاي؟ هنا انا اول حاجة عملتها، انا ضفت علامة الشباك، ضفت وسم رئيسي او اسف ضفت حقل رئيسي، تي اتش رئيسي للحقل سميته، حطيت علامة الشباك فيه، وتحت نزلت تحت هنا ضفت اتنين تي دي جداد اللي هم اغلاق وتشغيل. طب بناء على ايه؟ بناء على اني عملت شرط. الشرط ده ايه؟ ان انا قلت له اف لو كان الانترفيس الان اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي المتغير اللي بتلف من صفر لغايه العدد بتاع الانترفيس اللي موجوده عندي. الديسيبل ده لو تفتكر هنا انا قلت لك ان كلمه الديسيبل لو بتساوي فولس خلاها مفتوح، فهي بتاخد قيمتين. الديسيبل ده اللي هو الاغلاق، اللي هي القيمة اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي موجودة هنا، الستيتوس الحالة بتاعته. هنا ده خط شغال خلاص، يبقى القيم الأساسية بتاعته هي ترو فولس، بس احنا غيرناها خليناها مفتوح ومغلق. طيب أنا لما أجي أستعلم عن مفتوح ومغلق؟ لا، ده أنا بستعلم من الأري، بستعلم من المصفوفة الأساسية، مش بستعلم من البيانات اللي عندي، بستعلم من المصفوفة الأساسية. فأنا بقول له لو كان الإنترفيس الإن الديسيبل ده بيساوي فولس، يعني لو كان مفتوح بالعربي كده، لو كان الخط ده مفتوح يظهر له كلمة إغلاق. يعني ليه يظهر له كلمة إغلاق؟ أنا عايز أغلق الخط خلاص، فأنا هضغط إغلاق. أول ما هيضغط إغلاق هيبدأ يحوله على صفحة. وهنا إيلس، يعني لو ما كانش كده، لو ما كانش القيمة بتساوي فولس وكانت بتساوي ترو، اعرض له كلمة تشغيل. إيه الكلام اللي إحنا كتبناه هنا؟ الكلام اللي إحنا كتبناه هنا إن أنا برسل قيمة لصفحة اسمها ديسيبل دوت بي اتش بي. الصفحة اللي فاتت كان اسمها تيست دوت بي اتش بي. ممكن ان انا ارسل نفس البيانات لنفس الصفحه وابدا اعمل شرط بداخل الصفحه، بس علشان احنا لسه مبتدئين فانا هبدا اعمل صفحه جديده هسميها ديسيبل دوت بي اتش بي. ابدا اكريت صفحه من نيو واضغط نيو، وابدا اكتب الاكواد بتاعتي هنا، وابدا احفظ الصفحه بصيغه دوت بي اتش بي. اكتب اسم الملف اللي انا عايزه واكتب دوت بي اتش بي، وابدا احفظ الصفحه على كده. ايه الكلام اللي في النص ده؟ الكلام اللي في النص ده اتكلمنا عنه قبل كده كتير. هنا زي ما انا عامل ارسال للاي دي الخاص بالانترفيس، هنا انا هعمل ارسال بالنيم. ده كان بيخش على صفحة التعديل، الاول، وبعد كده بتكتب البيانات اللي انت هتعدلها زي ما خدنا في المرة اللي فاتت. يعني انا هنا لما عاوز ان انا اعدل كارت ما بيتعدلش معايا على طول. ليه؟ لان انا لسه ما كتبتش البيانات بتاعت التعديل بتاعتي. فانا بضغط على تعديل وابدا اكتب اسم البيانات اللي موجوده عندي.
وابدا اضغط ارسال. اذن طيب الصفحه دي احنا ما بنعدلش فيها، يبقى الصفحه دي المفروض تروح لمسار واحد بس، المسار اللي هو ايه، تروح على طول صفحه الاي دوت بي اتش بي. معايا تاني هنا، انا عندي صفحه التست دوت بي اتش بي برسل لها بيانات التعديل، برسل لها بيانات التعديل. تعالى نفتح كده صفحه التست دوت بي اتش بي مفتوحه عندي هنا. هلاحظ هنا ان انا عامل فورم زي ما اتكلمنا، وعامل ارسال للبيانات لصفحه الاي دوت بي اتش بي، اي دوت بي اتش بي. طيب بما ان صفحه الانيبل والديسيبل للكارت، الفتح والاغلاق للكارت، مش هتعدي على الصفحه دي، يبقى على طول هتعدي لصفحه الاي دوت بي اتش بي. طيب فانا نسخت الكود زي ما هو كده وحطيته في ملف الديسيبل دوت بي اتش بي. هنشوف الملف معانا تقريبا شبيه ليه، ولكن في تغيرات هنعرفها. ايه هي التغييرات اللي حصلت دي، او هي التغيرات اللي حصلت دي؟ طبعا اول حاجه احنا عارفينها، الميتا اللي اتكلمنا عنها، ان انا بكتب الصيغه بتاعه الميتا عشان ابدا يبدا يظهر لي الكلام بالعربي في الصفحه. فانا اديت يو تي اف 8 وقلنا ده الترميز، ده بيكون ترميز عالمي للصفحات علشان يشغل اي لغه موجوده في الصفحه. وبعد كده استدعينا زي ما اتكلمنا، استدعينا الكلاس بتاعنا زي في كل صفحه بنعمل الدي والنيم، دول تو ريكوست، يعني حقلين تم استلامهم. طب فين اللي تم، فين هم القيمتين اللي انا بعتهم؟ القيمتين اللي انا بعتهم هلاحظهم هنا. هنا اول حاجه النيم، قلت له ان لما انا بحب ارسل قيمه بكتب علامه استفهام وبكتب الاسم اللي انا هبدا ارسله، وابدا اضغط يساوي وابدا اكتب القيمه بتاعته. فانا هنا بعت له النيم في اسم الكارت اللي موجود عندي، وقلنا ان انا برسل البيانات عشان ببدا استخدمها بعد كده. لو لاحظنا في جوجل في السيرش في البحث، هلاحظ ان القيم او ان قيمه البحث ظهر لي عندي فوق في الصفحه. فانا ببدا ارسل البيانات، بكتب نيم وبكتب الاسم بتاعي، القيمه بتاعته موجوده عندي في النيم. هنا الدي دي قيمه، هنعرف الدي دي ايه هي، هي اختصار لكلمه ديسيبل. ممكن انا اسميها ديسيبل، ممكن اختصارها لدي عادي مفيش مشاكل، ممكن انك انت تدي اي قيمه تاني، هنعرف ايه فايدتها وبستخدمها ليه. فانا اعتبر هنا ارسلت قيمتين، ارسلت قيمه النيم معاها النيم اللي موجود عندي، والدي معاها القيمه بتاعتها. هنا الدي بتساوي واحد وهنا الدي بتساوي اتنين. هنفهم ليه انا عملت كده، او ليه انا استخدمت الطريقه دي. هروح لصفحه الديسيبل دوت بي اتش بي. هلاحظ هنا طبعا ان انا عملت استدعاء للاي بي اي، واتكلمنا عنها في اكتر من درس. لو انت لسه جديد معانا راجع الدروس اللي فاتت، هتفهم انا ازاي بعمل استدعاء للكلاس معين وازاي ببدا استخدمه. هنا طبعا الشرط بتاع لو كان انا فعلا متصل بالمايكروتيك نفذ لي بقيه البيانات اللي موجوده عندي. هنا نيجي لاستخدام الدي اللي احنا اتكلمنا عنها. هنا انا كتبت النيم بتساوي ريكوست النيم، النيم بيستقبل النيم بتاعي اللي موجود عندي واتكلمنا عنها. متغير عملته سميته الدي بيستقبل قيمه الدي اللي موجود عندي. هنا بدات اعمل استعلام. طب بدات اعمل استعلام ليه؟ هنا عملت استعلام على الدي. لو كانت الدي دي بتساوي واحد خليه لي ديسيبل، اقفل لي الخط بتاعي. لو ما كانش كده يبقى افتح لي الخط بتاعي. بمعنى ان انا هنا مع كل قيمه فيها اغلاق، يعني انا لما اجي ارسل اغلاق لازم افهم المايكروتيك ان انا عايز اعمل اغلاق. فانا ببدا ادي له قيمه واحد، قيمه الواحد اللي موجوده عندي دي هي اللي بتحدد لي اذا كان انا هعمل ديسيبل او انيبل. ممكن انت تعمل اي قيمتين، يعني انت ممكن تعمل قيمتين بس عشان تفهم المايكروتيك انت عايز تعمل ايه مع كل قيمه هترسلها. يعني انا لما اجي اضغط ارسال هيرسل لي الدي اللي موجوده عندي هنا بواحد، لو جيت اعمل اغلاق هيرسل لي الدي اللي عندي بواحد. فبالتالي هيروح على صفحه الديسيبل ويعمل استعلام ان الدي لو بواحد يبقى ده خط مفتوح او ده كارت مفتوح المفروض انك انت تقفله. طيب لو ما كانش كده، لو ايلس اعرض لي، اسف لو ايلس يبقى الكارت ده مغلق وعايز يشغله. هنا طبعا هنا انا يعتبر كده خلاص ان الدي خلاص انا ارسلتها وعرفت النيم القيمة بتاعته بتكون ازاي. هنبدأ ندخل على الكود نفسه، ازاي اتكتب الكود اللي فيه الكومنت الاساسي، وايه الداي دي هنفهم ان شاء الله. هنا انا عندي، هنا انا كتبت الـ ABI COMM الكود الخاص بتاعنا اللي هو اختصار لكومنت. هو فانكشن اتكلمنا عنه ان هو فانكشن موجود
في صفحة الـ API function خاص بعملية الاستدعاء، عملية الإضافة، عملية الحذف، عملية التعديل. طبعا في الانترفيس مفيش إضافة ولا تعديل ينفع يتم، لا في الوين بوكس ولا في الـ PHP API. هنبدأ هنا الكومنت اللي أنا كتبته، كتبت انترفيس ايثرنت ديسيبل واديت قيمة النمبر الاسم اللي موجود عندي. هنفهم ازاي؟ انا هنا لو دخلت على النيو تيرمينال، وانا قلت ان معظم الاكواد اللي بتتكتب في البي اتش بي بتكون في نيو تيرمينال معظمها، يعني 95% منها مش كلها. فانا ببدأ اكتب انترفيس، هي كفاية انتر وبيطبع لك انترفيس. بعد كده انت بتكتب ايثر، طالما مفيش تشابه هيطبع ايثر نت. وبعد كده انا بشوف ايه القيم اللي انا هاخدها. انا عايز اعمل ديسيبل، فانا هبدأ اضغط شيفت وعلامة استفهام يظهر، يبدأ يظهر لي كل البيانات اللي موجودة عندي او اللي انا هبدأ استخدمها. هنا البلينك دي مش موجودة في البي اتش بي، ولا متهيألي الكيبل تيست متهيألي موجودة، مش عارف والله. هنا في عندي الديسيبل اللي انا هبدأ استخدمها، ديسيبل ايتم، كل عنصر بيشرحولك، كل عنصر بيشرحولك. وهنا في عندي الانيبل، في عندي الديسيبل ايتم وفي عندي الانيبل. فانا لو عايز اعمل ديسيبل لكارت ببدا اكتب هنا ديسيبل، هنا مكتوب موجود عندي في الاكواد. لو عايز اعمل ديسيبل ببدا اكتب ديسيبل، لو عايز اعمل انيبل للكارت للكارت ببدا اكتب انيبل. النمبر دي انا استخدمتها ليه؟ يعني ليه اشمعنى كلمه النمبرز دي اللي بدات استخدمها وارسلت؟ لو لاحظنا ان قيمه النيم اللي انا مرسلها هي اسم الكارت اللي موجود عندي، اشمعنى قيمه النمبرز اللي انا عملت لها ارسال؟ لو لاحظت هنا ان انا لو كتبت له مثلا انيبل بدا يكتب لي النمبرز. طيب النمبرز انا عايز اعرف هل انت بتاخد الاي دي من النمبرز دي ولا بتاخد النيم؟ يعني انت لو بتاخد الاي دي احنا نرسل لك الاي دي عشان تبدا تشتغل بيه. الكلام ده اعرفه ازاي؟ برضو اضغط شيفت علامه استفهام. هلاحظ هنا انه بيقول لي ايه؟ ايتمز نيم، الايتمز اللي انت تقدر ترسلها 1 1 1 2 1 3 1 4 وهكذا. فاصبح هو مديني ايه؟ هو دلوقتي اصبح بيقول لي ان انا النمبرز اللي عندي دي انا بستخدم فيها الاسم الخاص بالكارت اللي موجود عندي، فبالتالي لو ارسلت له الاي دي مش هيقبله وهيقول لي في خطأ موجود عندك في الصفحة، فبالتالي انا برسل له قيمة النيم. بعد طبعا ما بيخلص بيعمل حاجة اسمها داي، داي يعني يموت. طيب بيعمل داي للصفحة يعني ايه؟ انا هنا بداخل الضاي يعني ما بيكملش تاني بعد كده، خلاص يعني انت ما تكملش تاني، خلاص انا انت وقفت لقيت القيمة بواحد، خلاص اعمل ضاي. بعد طبعا ما تعمل ايقاف للخط اعمل لي ضاي للصفحة واكتب لي البيانات اللي موجودة عندي هنا. هنا طبعا انا اخدنا قبل كده الوسم اللي هو اسمه سنتر، بيخلي لي النص اللي موجود عندي او اللي مكتوب في النص، بيخلي لي الوسم اللي اسف الكلام اللي مكتوب عندي بيخليه في النص. طبعا هنا خدنا من H1 ل H6 وقلنا ان من H1 ل H6 كل ما بيروح كل ما بالخط كل ما الخط بيقل لغايه H6. هنا انا قلت له تم اغلاق الكارت بنجاح. ايه الكلام ده؟ ايه ميتا و HTTP ايكويف والكلام ده كله؟ ميتا في اكتر من ميتا، زي ما اتكلمنا في ميتا شارست، في ميتا HTTP ايكويف، في اكتر من حاجه. فدي بنستخدمها لعمل ريفرش للصفحه ورجوع لصفحه index.php عشان يرجعني للصفحه تاني. يعني انا بعد ما بضغط واعمل اغلاق اروح مرجعني، يروح مرجعني للصفحه تاني. طيب ايه الخصائص اللي بتاخدها الميتا ريفرش؟ اول حاجه بتاخد قيمه ال HTTP equiv، ببدا اكتب ريفرش، دي خاصيه من الخصائص الميتا بتبقى موجوده عندي، ببدا اكتب فيها ريفرش يعني تنشيط للصفحه. طيب الكونتنت بيبدا بياخد حاجتين، بياخد عدد الثواني اللي هيقعد فيها مستمر وبعد كده يعمل ريفرش للصفحه، وبياخد اليورل عنوان الصفحه اللي هيعمل ريفرش ليها. فبالتالي الكونتنت عندي بقى ثانيتين، وببدا اضغط اكتب علامه انتهاء السطر وببدا اكتب اليورل الخاص بيا، اسم العنصر، ببدأ اسف اسم الصفحه، اكتب index.php. لو لاحظنا هنا ان الصفحه عندي هنا اسمها index.php، فبالتالي هيعمل ريفرش بعد ثانيتين ويروح مرجعني بعد ما تتم العمليه بنجاح. بكده ان شاء الله يكون الدرس بتاع النهارده خلص، وبكده يكون الانترفيس خلصنا منه. هنبدا ان شاء الله في الدرس اللي جاي في البروت باند، وهنعرف ان احنا ازاي نعرض اليوزرات
وازاي ان احنا نقدر نعدل عليها، وازاي نبدا نستخدمها ونبدا نعمل اتصال بقاعده البيانات. كل اللي بنرجوه منكم لايك وشير للحلقه عشان غيرك يستفاد وعلشان نستمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.